للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا إسلام أبو الفتوح، عضو الجمعية العمومية لشركات السفر والسياحة. أهلا بك معنا. بداية، وثيقة الاشتراطات والمحددات ومبادرة جديدة تهدف إلى دعم قطاع السياحة، ضعنا في تفاصيل هذه المبادرة سيد إسلام. اهلا وسهلا بحضرتك اولا. وطبعا المبادره دي يعني حقيقي السوق كان محتاجها جدا. احنا في مصر ما كانش عندنا اي مشكله في المقاومات، عندنا المتاحف، عندنا الشواطئ، عندنا المقاومات الممتازه جدا، الجو الكويس جدا، لكن كان بينقصنا عدد الغرف الفندقيه. وكان التحديات اللي بتقابلنا في الموضوع ده هو ان عشان انشاء فندق جديد او كده لازم بيتعامل مع جهات مختلفه من الدوله. المبادره دي ساعدت الموضوع ده تماما، اللي هي التعاون مع وزاره السياحه ووزاره الماليه لدعم القطاع، وكمان ان يبقى في ممثلين من جميع الهيئات او الهيئه اللي عندها حيازه على الارض بحيث تسهيل الاجراءات للمستثمرين المصريين او الاجانب. ده يحل جزء كبير لو ما كانش كل الموضوع في الهيئه. نعم. أيضا سيد إسلام، يعني هذه المبادرة بالتأكيد لها أهدافها بتوقيت زمني محدد وأيضا بإجراءات معينة، ما هي الإجراءات للوصول للأهداف؟ والله هي الفكرة، فكرة الزمن، الوقت الزمني المعين والإجراءات، بس هي الإجراءات الأول بتبدأ من عند وزارة السياحة، ان الواحد بيبدا يتقدم عند وزاره السياحه ويبدا في الاجراءات بتاعه المبادره. فكره الجدول الزمني هي فكره مهمه، علشان احنا كان بيحصل عندنا قبل كده ان يحصل تمويل لمستثمر معين ويبدا ان هو ياخد التمويل وياخد فندق او مكان عقار عشان يحوله لمنشاه فندقيه والمشروع يقف لانه مش مرتبط بجدول زمني. خصوصا ان احنا الرؤيه عندنا ليها وقت، يعني الرؤيه بتاعت ان احنا نوصل ل 30 مليون سايح احنا ليها وقت. فده من هنا جه ان الاجراءات والجدول الزمني كان لازم يبقى مرتبطين بالمبادره. عظيم. الى اي مدى في توقعاتك يعني تؤثر هذه المبادره الهادفه لدعم قطاع السياحه في مصر في رفع معدلات التدفق السياحي الى مصر؟ لا طبعا هي هتساهم بشكل كبير جدا، لان احنا عندنا مشاكل كانت بتقابلنا. يعني احنا في شهر 8 متوقعين ان احنا يبقى عندنا اشغال فندقي بنسبه 100%. احنا بادئين نوصل للنسب دي كمان، احنا عندنا 90% في شهر 7. ف كان بيبدا ان السياح يلجاوا لايجار شقق، وده برضه بياخدنا لحته موضوع الشقق الفندقيه. الشقق الفندقيه هي من الحاجات اللي لازم احنا برضه كوزاره سياحه بادئين نركز عليها، من حيث ان احنا نركز ان الشقق الفندقيه تبقى مطابقه للمواصفات السياحيه وتبقى ليها ترخيص من وزاره السياحه. فالمبادره زياده عدد الاوض ده هيساعد ان الفنادق تستوعب عدد السياح، لان بالتغيرات المناخيه وبالاحوال اللي حاصله دلوقتي احنا في مصر في عنصر جذب اللي بيحصل في العالم، التطور اللي بيحصل في شبكه ده كان في طلب بس محتاجين غرف. ممتاز. احنا نعم واضح. نعم بيصب في عمله اجنبيه مباشره، يعني الدولار مباشر سريع، مش لسه مش زي التصنيع لسه هعمل مقطع وهستنى لما الدولار يجي لي. الدولار بيجي لي قبل العميل يوصل. نعم وضحت الصوره استاذ اسلام ابو الفتوح، عضو الجمعيه العموميه لشركات السفر والسياحه، اشكرك شكرا جزيلا.